بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة النيلين، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، نظم معلومات مكتبية، سيمينار بعنوان حقوق الإنسان في تنقيب البيانات. تقديم الطالبة إنصاف محمد مصطفى، والمجموعة إكرام عبد الحفيظ محجوب، إيثار أحمد الرشيد، إسراء عبد الله، ميساء السيد علي، وأنوار عبد الرحيم، وريهام عبد الصمد. طيب، أولاً نتعرف على مفهوم حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تسمى أيضاً بالحقوق الطبيعية، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها والتي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر. إن حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور كامل خصائلنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا عبر نظام قانوني معين. يعني أي إنسان مولود عنده حقوق، المفروض إنه يعني يستخدم كل حقوقه دي، يعني وقدراته العقلية ومواهبه عبر نظام معين. يعني في نظام بيحكمنا، يعني حتى في استخدام قدراتنا ومواهبنا عبر نظام معين. وأيضا تتميز بوحدتها وتشابهها، يعني النظام ده بيتميز بوحدته والتشابه عبر وحدات النظام باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها. المفروض يعني نحترم حقوق بعض ونحترم ونحمي حقوق بعض، يعني ونعترف بحق كل إنسان. إنها جوهر ورب كرامة الإنسان، يعني نعترف بها ونحترمها على إنها هي شنو جوهر ورب كرامة الإنسان، ولا فرق بين ذلك. يعني ما نفرق بين الرجل والإمرأة، ويعني هم كلهم سواسية أمام الله وأمام القانون. طيب، من ضمن حقوق الإنسان حق الحياة. أي حق؟ يعني له الحق في حياته، يعني يعيش بحرية، والأمان الشخصي في حق الإنسان في حريته الشخصية، حفظ الكرامة والمحاكمة العادلة، يعني سواء كمدعي أو مدعي عليه أمام المحكمة لازم يكون برضو فيه نحفظ حقوق بعض. تكفل له الحق الدفاع عن نفسه، يعني ممكن برضو الإنسان إذا شاكي أو مشتكي إنه مفروض يدافع عن حقه، وإذا لن يستطيع ماديا فتقوم المحكمة بتخصيص محاكم يدافع عنه على نفقته، يعني محامي. يعني إذا الشخص ما مستطيع إنه يدافع عن نفسه، المفروض المحاكم تجيب محامي يدافع عن حقه من بنفقته. يعني كذلك أن يكون استئناف الحكم مقفولا. يعني طيب، دي حقوق الإنسان عموما عرفناها. نجي نشوف حقوق الإنسان في الداتا مايننج. طيب، جميع البيانات الشخصية المتحررة من قيود من قبل وكالات الاستخبار يشكل تهديدا لحقوق الإنسان، للحقوق الإنسان الأساسية. يعني كل هسه زي ما عارفين إنه وكالات الاستخبارات يعني بتجمع بيانات بطريقة يعني غير قانونية، والبيانات دي بتستخدمها مثلا لأغراضها هي الشخصية، دي كلها بتهدد حياة الإنسان الأساسية. وحذر خبير الأمم المتحدة في نسخة مسبقة من تقرير إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال مارتن ده عالم ما يسمى باستخراج البيانات، الحدود بين المراقبة المستهدفة من المشتبه بهم ومراقبة شاملة. وقال إقرالي جميع المعلومات الزائدة لأنها قد تكون مفيدة وليس غرض محدد يمكن أن تفوض حق الشخص في الخصوصية وعدم التميز. ده ما قاله هو منو؟ زي ما قلنا هو محرر من قبل وكالات الاستخبارات. طيب، يمكن أن قدرات التقنية لهذه اللي يغري للمستخدم نحو توسيع تعريف ما يعتبر بالمشبوه وفقا لتقرير نشره على موقع الأمم المتحدة. محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، كما تساءل عن استخدام برامج التجسس التي تحللها مواقع الإنترنت لإنشاء ملفات التعريف للإرهابيين وما إلى ذلك. وقال مثل هذه البرامج يجب أن تستخدم كأساس للحرمان من الحرية أو إدراجها في قوائم المراقبة. يعني المفروض البرامج دي تكون مراقبة، تكون في جهة مراقبة عشان تحفظ حقوق الناس دي، والتي قد تعوق السفر الجوي والخدمات المصرفية وفرض العمل. طيب، لقد أنجزت المحاكم الاتحادية الأمريكية مشروع عقد في زمن من الساحل إلى الساحل من خلال شبكات ولود مزدوجة العام على الإنترنت،
ونظم إدارة القضية، وقد أجريت استخراج بيانات من خلال نظام وصول الجمهور عبر الإنترنت. يعني استخرجت البيانات دي من خلال نظام وصول الجمهور عبر الإنترنت. يعني عبر الإنترنت ممكن يتحصل على ممكن يستخرجوا بيانات الجمهور. ثم العثور على سجلات مفقودين عالميا وصكوك المصادقة الخاصة بهم التي يطلبها القانون لجعلها صالحة وفعالة. الآن تم استبعاد الصكوك والتوثيق في السجلات العامة سابقا من وصول الجمهور، وتوفير بدلا من ذلك إلى حالة نظام الإدارة. يواجه المهنيون المعنيون بمجال المكتبات والمعلومات تحديا يتمثل في تحسين وتوسيع نطاق الشبكات، تبادل المعارف يعني والخبرات المكتسبة على مدى سنوات طويلة من التجارب والتحصيل، في الوقت الذي تساعد فيه التكنولوجيا الإلكترونية على تحسين القدرات على تبادل المعلومات. يعني تبادل المعلومات والمعلومات هسه بقت متاحة متوفرة، والسبب في ذلك هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك المكتبات الإلكترونية ساعدت في إنها شنو المعلومات تكون متاحة، والبيانات أصلاً المفروض يتعمل على عملية المايننج. وفي الوقت الذي تساعد فيه تكنولوجيا الإلكترونية على تحسين القدرة على تبادل المعلومات، فإن معظمنا يتعرض في الواقع لفيض غزير من المعلومات دون أن تكون لديه القدرة على قربلة هذه المعلومات. يعني الشخص ممكن يتحصل على كمية كبيرة من المعلومات دون يعني المعلومات دي حتى تكون شنو معلومات فيها شوائب، يعني ما مغربلة من حيث نوعيتها وأسرارها. بالإضافة إلى ذلك، فرغم زيادة حجم المعلومات التي نحصل عليها في صورة رقمية، فإننا في نفس الوقت نفقد المعارف الضمنية التي تعطي المفاهيم والرؤية العميقة والمعاني بذلك القدر الهائل من البيانات والمعلومات. وهذا يتأتى في جانب منه نتيجة لعدم التسجيل المنهجي للخبرات الفردية بما ينطبق من المعارف الشاسعة وصيغة الصلة بمجال المكتبات والمعلومات. طيب، قال في لا توجد قوانين. إذا جينا تكلمنا عن البيانات المتاحة عبر الإنترنت، والإنترنت زي ما نحن عارفين إنه ما في قوانين دولية تنظم الإنترنت، لكن هل توجد قواعد مشتركة على الأقل؟ مفروض الناس تتساءل في الحتة دي. لقد أصبحت حرية شبكة الإنترنت من مبادئ حقوق الإنسان الكونية، ولكن ماذا يعني هذا؟ من أجل مناقشة هذه التساؤلات وغيرها، توفير فضاء تبادل الآراء بهذا الشأن ينعقد في العاصمة الألمانية برلين يوم 13 و14 من شهر سبتمبر مؤتمر الإنترنت وحقوق الإنسان في التنقيب، الذي تساهم في تنظيمه جامعة أرهوس الدنماركية ومنظمة هيومن ريتشز ووتش الدولية لحقوق الإنسان ومعهد الإنترنت والمجتمع بجامعة فوبليت برلين ووزارة الخارجية الألمانية. طيب، هنا في بعض الفيديو تتحدث عن حق الإنسان في التنقيب، ويجب الضغط على الرابط لكي يتم فتح الفيديو. وشكرا.